ركزنا ايه؟ كومبير كمان بالسيستم روتيل بالنسبه للشركه. تاني حاجه بنعرف السكورز دي عشان تبقى انت عارف انت مكان الروتيل بتاعك موقعه ايه. تاني حاجه هنتناقش في النيجاتيف كومنتس وهنعرف اسباب النيجاتيف كومنت ايه؟ الجست بيشتكي من ايه؟ في الهاوس كيبنج، ايه في الاف ام بي، ايه في الكيتشن، ايه في الريكريشن، ايه في الجراند اوفيس. عشان النهارده انتوا كسوبرفايزر او الديبارتمنت هيد موجودين نبدا نشوف الكلام ده ونعملها تاسكس. لازم تبقى تاسك في البريفنج. دايما في البريفنج لازم نعمل سبيسيفيك، يعني خليك محدد التارجت اللي انت بتعمله. اللي انت بتقوله للناس لو انت اديت 10 توبكس مش هتعرف لا هو هيفهم ولا هو هيقدر ينفذ ولا انت هتقدر تتابع. انما لو احنا خدنا 2 توبكس في البريفنج واديناهم للناس وعملنا عليهم اوبزرفنج كويس كده بنحل المشاكل بتاعتنا. طيب النهارده هنتكلم على الانترنت بيرفورمانس والانترنت كومباريزون 18 19 الريفيو 7. هات يا احمد بقى الصفحه الثانيه كده. هنا مملوك رقم 14 في شهر 9 بقينا رقم 14. احنا كنا وصلنا في الهولداي تشيك لرقم 12 تقريبا، ماشي؟ فاحنا النهارده بقينا رقم 14. يعني احنا عمالين طالعين 14 13 12 وبعدين نرجع تاني. نرجع تاني عشان ايه؟ عشان الواحده نيجاتيف كومنتس لما بتجي لنا على الهولداي تشيك بنحتاج قدامها حوالي من 20 ل 30 بوزيتيف كومنتس عشان نطلع الاستبداد بتاعتنا تاني. فالنهارده طب احنا عايز اطلع بقى رقم 13 ورقم 12 وابقى في التوب 10. طب اعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنشوف الثغرات اللي عندنا ايه؟ والنيجاتيف اللي عندنا ايه؟ ونبدا نشتغل عليه. فالنهارده احنا في الهولداي تشيك رقم 14 فريق 98 طالع. ماشي؟ احنا في التريب ادفايزر عندنا مملوك رقم 14 برضو. احنا كنا وصلنا في التريب ادفايزر لرقم 11. برضه نزلنا تاني رجعنا تاني. هنقول الرجوع ليه؟ الرجوع بعض اهمال من بعض الادارات في البرفورمانس. مفيش حد احنا لازم عشان نشتغل وعشان نطلع بالسكور ده مش بالمحبه ومش والنبي اكتب لي، لا بالبرفورمانس بتاعك. انا في الاوضه بنظف الاوضه كما ينبغي زي المانوال بتاعي بيقول ان انا ارفع السرير واشيل الدست واعمل الحمام واحط فطين واحط الامينس بتاعتي واحط الكلام ده ماشي. الاف ام بي بنخش الترابيزه تبقى نظيفه، السيرفيس يبقى سريع، الدرينك يبقى سائع، الكيتشن، الفود تيست، الفود فرايتي، البرزنتيشن، الشيفس كليننس. الحاجات دي كلها مهمه جدا ان هو الجيست وقت ما بيروح يلاقي السيرفيس بتاعه هو متوقع انه جاي مملوك 5 نجوم، متوقع طبعا سيرفيس اعلى. فلما بيجي يلاقي الدنيا دي اقل وبعدين احنا كمان الريت بتاعنا عالي. فالجيست اكسبكتيشن كمان عيني معايا. فالنهارده الجيست بقى متوقع ان انا دافع فلوس كتيره دي، طب ما انا ممكن اروح اقعد في الياسمين او اقعد في علي بابا او اقعد في اي حته هنا وادفع بدل ما ادفع 4000 جنيه ولا 5000 جنيه، لا اروح ادفع 2000 جنيه. سوري يعني ما يعادل يعني. فالنهارده ليه بيجي لك؟ عشان احنا سمعتنا كويسه على الويب سايت. دلوقتي ما حدش عاد بيعجز كده عشوائي. لا بقى يخش الاول على الويب سايت ويشوف الجيست كاتب ايه وهنبسط اروح المكان ده. زائد الناس الريبيتر اللي هم عندنا اللي هم بيكتبوا كمان وبيعملوا ان دايركت دعايه بالنسبه لعندنا. فهنا احنا في الزوفر رقم 4 في المملوك زوفر 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 مملوك احنا رقم 4 بالريتنج 92. الريبورت ده انا بيتبعت للمديرين الادارات. عايز مطلوب من كل مدير اداره as of this month يشير الهيد سيكشنز اللي معاه الريبورت ده. خالد، يونس، رضا، وليد لما يجي، ماشي، كل الادارات تشارك المنثلي ريبورت ده نشرحه عشان نعرف احنا ترتيبنا ايه وبننزل ولا بنطلع ولا ايه مشاكلنا ايه. نيجي عندنا التوب هوتيلز احنا رقم 23 تقريبا 24. احنا كنا 22 من شهر ونص. النهارده احنا عندنا نسبه من الاوكران. عندنا كام عايز من اوكران؟
عندنا حوالي 6% كانوا بعض 6% عن ممثل كم؟ 10% 10% اوكران دلوقتي. فالاوكران هم بتوع كوبوتيرز. فالنهارده الاوكراني الجيس الاوكراني بنستعيد بيه عن الجيس الروسي. واحنا زي ما انتم شايفين ان الفتره اللي فاتت لما حصل دروب داون لتوماس كوك وبدا اليوكوبينس ينزل من 95% و 97% يعني كان اوريدي حجز ونهاند. نزلنا بقينا 50 و 54 و 52. الحمد لله دلوقتي كل الدنيا جريت عشان ترفع تاني. والحمد لله مملوك دلوقتي بنتكلم النهارده 97% اشغال، بكره 98 و 99، بعد بكره عندنا اوفر بوكينج عندنا 102%. يعني معنى كده ان احنا علينا ديماند والجست اكسبكتيشن علينا عالي. فالنهارده لازم نبقى قد التوقع اللي الجست منتظره مننا. عشان كده كل واحد فيكم انتوا بقولوا السوبرفايزرز والمديرين الادارات، انتوا الليدر بتاع الفريق اللي تحت، لازم يبقى في تعاون ولازم يبقى انا احس من جوايا ان ده بيتي، ده مكاني. مملوك ده بيتنا لا محال. انت بتاكل وتشرب وتنام وتقضي ال 24 ساعه هنا في الاوتيل اكتر ما تقعد مع بيتك. فاذا النهارده لازم تحافظ على بيتك ده شغال بسمعته، لانه في الاخر سمعته كويسه يعني انت سمعتك في السي في بتاعتك كويسه محترمه، تؤهلك تروح اي مكان وانت حاطط رقبتك فيه. تاني حاجه المرتب بتاعك ال 12% بتتظبط. انا النهارده بدل ما كنت ببيع ب 2000 ببيع ب 3 ببيع ب 4 ببيع ب 5، النهارده التاثير ده بينعكس عليك برده في الانكم بتاعك. البوكينج دوت كوم طبعا كل الناس اللي هي بتحجز على بوكينج مملوك، احنا رقم 9 يعني احنا كمان في التوب 9 ودي حاجه كويسه جدا. والريتنج بتاعنا 92%، مش فنادق كتير بتجيبها. والبوكينج ده صعب جدا عشان تحقق النتيجه دي، فالنتيجه دي هي. فاحنا عايزين نكمل ونوصل للتوب 5. كل ما بنوصل للتوب 5 ده التولز اللي مع السيلز ماركتنج عشان يبيعوا الاوتيل ويعلي الريت. ليه ما يخش مع شركه ويعمل معاها كونتراكت يقول له انا في التريب ادفايزر قد كده، في البوكينج قد كده، في الهوليداي تشيك قد كده، يبقى انا المركز بتاعي فين؟ ابدا احط السعر بتاعي. الكومباريزون ما بين 2018 و2019 12 قلنا رقم 12. في 2019 في سبتمبر بقينا رقم 14، نزلنا 2. كنا في الركري في الريتنج 6 سوري 97 بقينا 98. في عندنا تريب ادفايزر كنا في ديسمبر 2018 مملوك كنا رقم 16، طلعنا في سبتمبر سوري ايوه سبتمبر ايوه 2019 رقم 14. في الزوفر هي متهيألي رقم 4 ورقم 4، بس احنا قلينا في الريتنج. الريتنج كنا 94 بقينا 92، وده مهم جدا برضو. الريتنج التوب هوتيلز كنا رقم 22 بقينا 24، الريتنج 81% برضو ستيل 81 زي ما احنا. بعد كده البوكينج دوت كوم احنا كنا في ديسمبر 2018 رقم 10، دلوقتي احنا رقم 9. وشايفين بقى الريتنج هنا 90%، احنا بقينا 92%. نعرفين ان تراست يو ده احنا بندفع له فلوس، الشركه بتدفع له فلوس عشان ناكتف الويب سايت دي. الابلكيشن بتاع تراست يو ده بيلم كل ما هو كومنت في كل الويب سايتس ويحطه لنا في التراست يو. يعني انت لو عايز تشوف البرفورمانس بتاع ان ديتيلز بالنسبه للاف ام بي نظافه الترابيزه، في الهاوس كيبنج السرير، يعني بالديتيلز بيجيب لك النيجاتيف كومنتس عندك او البوزيتيف كومنتس اللي عندك ونمبر اوف ريفيو قد ايه وقد ايه نيجاتيف وقد ايه بوزيتيف، وتعمل اناليسيس كامله عن الحاله بتاعه الاوبريشن بتاعك. فهنا احنا بيننا مملوك ايه؟ هنا محمد حسن دخل 550 مره اثناء سبتمبر بس، خالد عمر 184 مره، علاء 103، الجي اس سي 49، يونس 47، شيف 33، احمد ابو عزيز 29، وائل فؤاد كواليتي مانجر 25،
ام بي ريستورانت مانجر 20، محمد سعيد 19، محمد ابو لذيذ 14، ناجي 3. هنا محمد حسن اكتر واحد بيخش على التراستيو. احنا محتاجين نخش على التراستيو عشان نشوف الإدارة عندنا ايه النيجاتيف، وكان ريفيو عندنا وكان منه بوزيتيف وكان منه نيجاتيف، وبالبرسنتج في كل حاجه. هات لي في ايه هنا؟ تراست يو بيرفورمانس. ده كده تراست يو 2 years to date 95 دلوقتي، السنه اللي فاتت كنا 94، ده كل سنتين السكور ده. كده شهر اغسطس مانس تو ديت 96، وده سبتمبر 95، يعني احنا نازلين دلوقتي برضه تاني. تشيك بيرفورمانس 93 اغسطس 94 سبتمبر. بعد كده في عندنا التريب ادفايزر، ادفايزر اغسطس 2019 95 سبتمبر 94. شايفين الاسهم الحمراء دي؟ الاسهم الحمراء دي يعني في نزول. الزوفر 90 92، ده توب اوتيل كنا 94 في اغسطس سبتمبر 95. البوكينج دوت كوم 94 نزلنا بقينا 80 في سبتمبر. ده في البرفورمانس، يعني معنى كده نسبة النيجاتيف كومنتس عندنا كتيرة كبرسنتج. نيكست تراست يو سوفت وير سنتمنتس نمبر اوف ريفيو سبتمبر 2019 جالنا 946. احنا لو شفنا رؤى المجال دي 1346، بعد كده في مين تاني؟ جاردن بيتش 982، بعد كده في عربيان 1019، بعد كده مونتمالي 514. يبقى احنا كده في النمبر اوف ريفيوز محتاجين يبقى اكتر شويه. ده سيرفيس فريندلس. احنا دلوقتي هل احنا دلوقتي فريندلي مع الجيست ولا لا؟ احنا السكور بتاعنا 98 والمنشن 278 حد من 946 عاملين سكور ان احنا ستاف فريندلس، ان هو الستاف فريندلي، يعني مدينا سكور 98. لو احنا بنشتغل على هنا كده على سيستر اوتيل هنلاقي فيه مونتماري 100%، اريبيان 100% فريندلي، مكادي 100% فريندلي، جاردن 99 فريندلي، 98 نوت باد. بس هو اللي بيجيب 100% احسن مني في ايه؟ يعني هي قصه. انا النهارده زبون جاي لي، جست جاي لي بيتي، ضيف جاي لي بيتي، ما احنا اتفقنا ان ده بيتنا. ضيف جاي لي بيتي، واحنا اساسا يعني معروفين ان احنا شعب الكرم. احنا يعني غير مهنه، احنا اساسا جوانا الكرم. فليه ما بقاش فريندلي مع الجست؟ تجيب له حاجه من بيتك؟ معلش هو دافع كل حاجه. حتى السيجاره اللي انت بتشربها دافع لك كمان. فالنهارده ليه ما تبقاش كريم معاه؟ وليه ما تبقاش فريندلي معاه؟ وليه ما تبقاش 100%؟ انت لو ناقصك حاجه احنا بنقول نيفر ايفر ان احنا نقول للجست لا، او ما اعرفش، او ما عنديش. ما عندكش روح لمديرك، ما تعرفش روح لمديرك. ولكن انسبيت الجست ليه؟ يعني لبي احتياجات الجسم عشان يتقال عليك فريندلي وانت باريحيه. مش بقى في ناس تعمل اماءه وناس تقشر وناس تبوظ وناس اجنور، الحاجات دي كلها ليه؟ يبقى اذا النهارده لازم ناخد ده في الاعتبار، لان دي حاجه بقى لا خاصه بمشتريات ولا خاصه بفلوس ولا خاصه بمصاريف، دي حاجه بيرسونال فيلينج. احنا جايين عشان نشتغل، جايين عشان نشتغل نعمل ايه؟ ايه شغلنا اصلا؟ ان الكيس اللي بره ده يبقى مخصوص. احنا كلنا هنا عشان كده بس. لان لو جسم مبسوط انت كمان هتبقى مبسوط. انت كمان الانكم بتاعك هيزيد. انت هتترقى، انت هتكبر. الشركه بتكبر، تفتح فروع، بيبقى فيه اوبورتيونيتيز. الناس تتحرك. يبقى اذا النهارده لازم نعمل حسابنا في الحته دي. يعني لا مصاريف مطلوبه منك ولا حاجه الاداره مأخره عليك، انت تفضل انت عن نفسك. لازم تبقى فريندلي مع الجست بتاعك. طيب السيرفيس مملوك 94. كم واحد منشن بال 94؟ 999. 999 مره، 1000 مره. ماشي؟ السيرفيس 94. طب لو احنا جبنا شفنا بقى سيستر اوتيل هنلاقي في 96 95 96 97 99
يعني السيرفيس في جاردن 99 ومنشن 2277 مره او جست. اوكي؟ واحنا 94. طيب ايه اللي في جاردن وايه اللي في مكاني وايه اللي في 96 وايه اللي في 97 احسن منك في السيرفيس؟ عندنا مشاكل؟ السيرفيس الكل المنشن الفرق في المنشن ماشي. في الفود اند بفريج سكور بتاع الام بي بتاع المملوك 93 برضه كومبير بالازرد 93 في 97 في 98 دايموند 98 في الاف بي 94 97 مملوك مونتماري في بعد كده 97 رويال مكاري 97 جاردن بيتش 93 مملوك. هات الفوت. انتوا فاهمين الاسكورات دي ولا ها؟ عشان تعرف انت انت فين من زمايلك. احنا مقصرين في ايه؟ يعني مفيش حد يقول لي انا 93 ما كويس. اه 93 كويس. بس اللي بيجيب 98 ولا 99 احسن منك في ايه؟ انت ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص قولوا لي عليه وانا اجيبه. اللي ناقص ده بيرفورمانس. ده ادائك كشخص. دلوقتي ده الويك بوينت للشهر شهر سبتمبر 2019. ايه الحاجات اللي كانت ويك عندنا في 2019 اللي هي جالنا عليها ديتراكتور وباسل الارايفل والديبارشر اتذكرت مره. يعني احنا عندنا جس اشتكى ان الارايفل والديبارشر ما كانش كويس. بعد كده الروم اتذكرت 66 مره نيجاتيف. الاستاف اند سيرفيس 10 مرات. الهوتيل اوفر اول 8، الفود 9، الدرينكس 8، الانترتينمنت والاكتيفيتيز 16 مره والواي فاي 20 مره. الارقام دي كلها ارقام نيجاتيف ما بين ديتراكتور وما بين باسل. الديتراكتور عندنا اللي هو بيدي من 0 ل 6 لو هو قيمك ادالك 0 ل 6 ده ديتراكتور ده ماينس على طول. وبعدين الباسف اللي هو ان بتوين ان هو لان السؤال عندنا في الكلام ده اللي هو انت بتعمل ريكومند او بترشح الاوتيل ده لقرايبك واصدقائك فهو لو هو ساتسفايد هيدي لك 10 لو هو ساتسفايد الى حته هيدي لك 9 وده برده برمودا. لو هو مش عارف انا يعني ارشحك ولا ما ارشحكش انا مش عارف انا مبسوط ولا مش مبسوط فانت ما قصرتش معاه في حاجه ما قصرتش مفيش ميموري معاه فانا لا انا خايف ان انا ارشحك ابقى بظلمه او مش هرشحك انا هسكت مش هتكلم فيدي لك من 8 ل 7 ل 8 7 ل 8 ده يعني انا مش هتكلم بس برضه بالنسبه لنا بس مش ساتيفايد مش مبسوط من الاداء بتاعك طبعا من 0 ل 6 ده ديتراكتور. يبقى انا هنا كده لما الرومز تذكر هنا 66 مره لو جينا نعد كده ادا واحد 67 77 85 و9 يبقى 94 يبقى 102 108 118 138 نيجاتيف كومنتس عن الاوتيل في شهر 9 138 نيجاتيف كومنتس. طب الماجوريتي بقى عندنا ايه؟ 6 اوت اوف 16 ديتراكتور ار فروم جيرماني. يبقى الجيرماني الديتراكتور 37.5% ده من الالمان بيشتكوك او مش راضيين عن الاداء بتاعك. فالمهم جدا ان احنا يبقى عندنا تارجت ان ال 138 نيجاتيف كومنتس دولت ينزلوا 90 ابريل 93 96 مايو 93 جون بعد كده 90 جولاي قليل جدا طبعا اوغست 96 95 سبتمبر يير تو ديت 95 الاوتيلات اللي حواليه 98 97 97 هنا كده الكيتشن سكور رقم 4 95 رضا عايزين نطلع هنا رضا
ماشي اف ام بي رقم 3 ماشي برافو اف ام بي بس عايز نطلع تاني تمام اكتر من كده هنفخنا حرام عليك والله لا اكتر من كده بيوقف ده دلوقتي احنا حسبه صغيره حسبه صغيره دي ده سامع اقول لك ارفخ له او اكتر من كده خد له منفاه والله العظيم هجيب له منفاه هجيب له المنفاه موجود في الاخر هو في النص تحت عارف والله من كده وطير طيب احنا دلوقتي ليه نجيب برده 95 هي حاجه صغيره هو الاوديت اللي بيجي ده بيبص على ايه هل بيفاجئك لا هل انت بتتفاجئ انه بص على حاجات انت مش واخد بالك منها ولا بنشتغل ثرو تشيك ليست اوريدي معاك من سنتين او من ساعه ما تعينت في الشركه فمعاك التشيك ليست ما تمشي على التشيك ليست مش بيجي لك الجست ريليشن بيعمل اوديت طيب بيمشي معاك تمشي معاك خطوه خطوه شوف الكلام ده تمام طب لما يجي الاكسترنال اوديت ليه ما حافظش على مستوى الحاجات المسؤوله عني انا كمطبخ ما بطلعش حاجه شد ما بطلعش حاجه وسخه وفيها على طول نظيف المعدات بتاعتي مظبوطه بنقول مفيش بوله خضراء جنب بوله حمراء جنب بوله صفراء لا انا عايزها لون واحد يبقى نلتزم لون واحد الايتمز اللي جوه فريش الثلاجه درجه الحراره بتاعته مظبوطه الحاجات دي كلها البيت بتاعي نظيف مش حاجه مكسره مش حاجه شد ادي خلاص هذا المطبخ المطعم الترابيزه بتاعتك نظيفه الكاتري بتاعتك نظيفه الجلاس بتاعتك نظيفه ايه تاني في الاف ام بي تاني الليست التشيك ليست ده قد كده الاف ام بي الهاوس كيبنج 7 كويشنز هل الفلور نظيف ولا لا؟ الحيطه نظيفه ولا لا؟ الكورنرز نظيف ولا لا؟ الشبابيك البيبان طب ما ده ديلي تاسك بتاعنا والديلي الشغل بتاعنا ومعانا التشيك ليست بتاعتي والسبع اسئله بتوعي موجودين وعارف ان لو واحد نقص من سبعه بيأثر معايا بالسكور دروب داون جامد انما الاف ام بي والمطبخ عندهم كويشنز كتيره لما بتيجي واحد ولا اثنين بيجيبوا 98 99 و99 انما الهاوس كيبنج لو ناقص واحده ممكن يجيب 80 ده بقى تروح مهبطه ال 99 بتاع الاف ام بي وال 99 بتاع الكيتشن ونروح جايبين هاوس كيبنج 80 يبقى احنا بننزل 91 يبقى كده احنا كونفيربل سيستر اوتيل احنا دروب داون بسبب سيكشن الهاوس كيبنج طب الراجل بتاع البابليك ليه ما بصش وليه ما مسكش التشيك ليست؟ حفظتها ولا ما حفظتهاش؟ اكيد ما حفظتهاش، ما انا لو حفظتها هروح على كل حاجه ببص عليها او بيراجع عليها الاوديتور، انا اوديتور دلوقتي. انت اوديتور. انت معاك التشيك ليست اشتغل بيها. لازم قلنا مدير هاوس كيبنج يخش الشيف يبص الاف ام بي والاسيستنت يبصوا ورا مدير المطعم ورا كيست ريليشن يبقى انا انا مطمن دلوقتي اي اكسترنال اوديت يجي لي في اي وقت انا جاهز في المطبخ جوه ثلاجاتي وبلانشاتي والشغل بتاع كل الريكومنديشن بتاع كريستال عشان اجيب سكور كويس مش لازم اما كريستال تيجي افضل اجري لا انا حاجتي كل حاجه في اماكنها تيجي كريستال اهلا وسهلا بيجي دلوقتي الدكتور بتاع كريستال يجي من على البوابه بره يروح داخل على المطبخ في نص الاوبريشن عندنا الحاله ايه؟ حاله كويسه بيخش يلاقي الدنيا منظمه يبقى لازم نحافظ على ده. طب انت النهارده عارف ان بيجي لك اوديت. طب هو الاوديت ده عشان ايه؟ عشان الجست ما يشوفوش. احنا بنعمل اوديت قبل الشغل وقبل الشفت ما بيبدا عشان الجست ما يشوفش لو عندنا اخطاء نعالجها ونصلحها عشان الجست في الاخر التارجت بتاعنا ايه كلنا هنا؟ جست فاكشن. السكورات دي عشان تعرفك المستيك عندنا فين؟ الخلل فين؟ والتراست يو بيجيب لك كل حاجه المنثلي ريبورت ده بيجيب لك ان ديتيلز ديتيلز كل واحد فيكم لازم يبص على الكلام ده كل مدير اداره لازم يسيب الجهاز بتاعه فتره بالسكادول او بالتنسيق مع السوبرفايزرز اللي معاه يخشوا يبصوا على التريب ادفايزر وسوري على تراست يو ويخشوا يشوفوا ايه النيجاتيف كومنتس اللي عندنا ايه يا اما هو يعمل شورت بريك من الحاجه ويعمل لهم برزنتيشن في المكتب تجيب الشاشه كده واقعد اعمل برزنتيشن على الفيجرز دي ونبقى ناخد ايه المشكله ونتشاور ونشوف نشاور بعض الخبره مش واحد الخبره مجموعه انا باخد كلمه من حد صغير ممكن نبنيها وتبقى فكره هايله مفيش مشكله نتعلم من بعض كلنا ولكن الهدف ان انا مش هاجي الصبح عشان امشي بالليل
الهدف ان انا وجودي لازم يفرق عن عدمه، وانا موجود لازم ادي اداء وبرفورمانس جود اكزامبل لكل الناس اللي حواليا. ده التاسك او التارجت بتاعك وانت جاي، مش مجرد اليوم يعدي وخلاص. انا بحقق نسبه ساتسفاكشن قد ايه؟ انا النهارده عملت شغل قد ايه؟ التشيك ليست بتاعتي الارقام دي. بص هنا الهاوس كيبنج مثلا، لو لاحظنا الهاوس كيبنج فين؟ اهو 85. ال 85 دي بقى هي السبب في ان احنا 96. لو ال 85 دي فين هاوس كيبنج؟ لو ال 85 دي هي 95 كان السكور بتاعنا طلع ل 98. وبقينا في ترتيب ايه بقى؟ واحد. يبقى اذا النهارده احنا الثلاثه كيتشن وسيرفيس وهاوس كيبنج في سكور واحد، ولكن متقسمه جوه هنا، بس في الاخر هو سكور واحد اللي هو الكومباريزون ما بين السيستر والتيرفيس. يبقى اذا النهارده انا بقى في المطعم ما اقولش لا دي بتاعتي سيرفيس، ولا المطبخ يقول لي بتاعتي كيتشن، ولا هاوس كيبنج يقول لي بتاعتي هاوس كيبنج. لازم احنا الثلاثه وان هاند، لان السكور بيتاثر باي واحد يجي يقع. لو بيطلع الاف ام بي سيرفيس لوحده والكيتشن لوحده والهاوس كيبنج لوحده ماشي، ممكن اقول كل واحد يقول الحته دي المنطقه دي بتاعتي، بس انا كمدير للمطعم لازم ابص على نظافه مطعمه، وكل ما هو داخل المطعم بلومب لمدير المطعم، والاكزكتيف شيف لما يطلع او السينيور لما يطلع على البوفيه لازم يتاكد 100% ان هو اسبير الستاندرد واسبير التشيك ليست. نسيت الايتم بتاع التشيك ليست، جيب لي التشيك ليست تذكره كل شويه، دماغنا فيها 30,000 حاجه، جيب لي التشيك ليست اقراها وتابعها. دلوقتي احنا ترتيبنا في كريستال ايه؟ فين؟ ام بي. يعني احنا شايفين عربيان بيتش 93 92 92 91 91 احنا 90 جاردن 91 90 فبراير 90 مارس 90 احنا 89 واحنا في ابريل، بعد كده مايو 90 جون 90 جولاي 97 برضو اوغست 90 90. يعني احنا كده ماشيين على لاين 90. الاداء في ال 90 كرقم مش وحش، الكويس ان احنا كمان محافظين على المستوى، ما احناش اب اند داون. لما نحافظ على مستوى مفروض، يعني لما انا ابقى ده واحد ثانية واحدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان شهور ماشي على نفس الأداء 90، وبيجي لي ريبورتات كل أوديت وعندي تشيك ليست بياخدوها بنعملها في المانجمنت راوند، شيرا مانجمنت راوند اللي هو بيعملها محمد سعيد والكواليتي كل يوم خميس. السكور بتاعتها مع السكور بتاع كريستال المفروض ده مؤشر يقول ان انا التارجت بتاعي هو 91. ولازم رضا تدرس الريبورت اللي بيجي لك من كريستال، ايه النيجاتيف كومنتس اللي عندك عشان احنا 90، كل مره بيطلع حاجه غير الثانيه. طب ما انا النهارده انا عارف الفود سيفتي والهايجين بتاعي عامل ازاي، نجار لازم تشوف الكلام ده، تقرا تتابع الارقام دي وتشوف كريستال اوديت الريبورت بتاعها، ايه الكومنتس اللي كاتبه؟ ايه النيجاتيف كومنتس اللي عندنا؟ ايه اللي انت محتاجه كسبورت؟ بنقول قلت الزباله عايزين برامين، جبنا البرامين، عايزين تهويه نعمل تهويه، عايزين تكييف في الفوت واشر جبنا التكييف في الفوت واشر، عايزين نغير باب الحلواني غيرنا باب الحلواني، عايزين بارتيشن ما بين الفوت واشر الحلواني والحلواني عملنا الكلام ده، ثلاجات ما اعرفش ازاي، يعني كل حاجه بتتعمل. ليه انا برضو مستمر على 90؟ ليه ما اطلعش 91؟ مع ان جنب مني جاردن 91 وجنب ان في فنادق ثانيه 92. البيست كنترول، احنا البيست كنترول عندنا احنا رقم واحد في البيست كنترول، شكرا احمد صلاح والناس اللي معاه. 95 فبراير، مارس 97، 98 ابريل، 98 مايو، جون 98، 96، 98 اغسطس، 98 سبتمبر، يير تو ديت 97، معانا احنا وجاردن 97 98 رقم واحد في الشركه كلها، رقم واحد مملوك.
الكواليتي 7 84% اف ام بي 7 بس بيلو تارجت 77 بيلو تارجت تارجت كام 90 ولا 80 80 احنا 77 خمس تو دي 80 بعد كده الكيتشن رقم 4 84 اخضر والله برافو عليك ايوه طبعا بعد كده عندك الستيور 93 اصلا ما بيمتحنوش ما بيمتحنوش وجايبين 93 فيزيكال الهاوس كيبنج رقم كام في القاع رقم 10 يونت هتغرق الله ينور هتغرق يعني ده فاضل لك خطوه واحده وهتغرق في الرمل مش تعرف تتنفس شايفين هاوس كيبنج يعني في المانوال في الاف ام بي اوديت وفي الروم اوديت وفي الساتسفاكشن طيب نعمل ايه بقى؟ نبص وندرس ونشوف ايه نيجاتيف كومنتس اللي عندنا بعت النهارده ريبيتد كومنتس اللي احنا بنطبعها في الجامعه ماشي مش بتناقش معاهم الويكلي نيجاتيف كومنتس اللي احنا بنعمله في الميديا مستر يونس ها طيب هل الناس فاهمين اللي بيقولوا ولا بتشوف الريبورتات ولا ايه طيب المفروض ان احنا هنتحرك واشوف سكور تاني ولا الميتنج ده هعمله كل شهر وهجيب انا في الويكلي ميتنج كمان هعمله كل اسبوع يعني احنا بنعمل كل اسبوع على مستوى مدير الادارات احنا في الويكلي ميتنج بقى هنجيب كل الناس دي عشان كله تابع لازم تتابع انتوا في شركه كبيره بس صغيره في اوتيل 5 ستار يعني المفروض ان انت الاداء بتاعك على مستوى اوتيل 5 نجوم يبقى اذا النهارده القسم اللي منزلنا دلوقتي الهاوس كيبنج لازم يطلع لازم يطلع ومش هسيبه انجينيرنج رقم 8 كم 69 منتصر الناس برضه في انجينيرنج يعني اسئله بتاعت انجينيرنج والفيزيكال برضه عندك مش مذاكره هي في الفيزيكال معظمها فيزيكال بعد كده الريكريشن بسم الله ما شاء الله الريكريشن عندنا رقم 5 94 هوليديز 99 والرويال مكاني 97 كريستال بيت 96 وعندنا 95 وليه احنا 94 يا نوم؟ ها؟ فيزيكال وليه فيزيكال؟ مش عندك الستاندر وعندك المانوال وعندك التشيك ليست ما تبصش عليها ليه؟ وتتابعها ليه؟ امال انت مدير ليه؟ والسوبرفايزر ليه؟ انا عايز اشوف سكور في الشهر اللي جاي او في الميتنج اللي جاي حاجه مختلفه حاجه اعلى احنا النهارده مش احنا الميتنج اللي احنا عاملينه ده عشان تتعرف على الريبورت وتعرف التقييم بتاعك الجست مقيمك ازاي وايه السكور بتاعك في السيستم ديل وفي كل الويب سايت اللي عندك عشان انت كل واحد يركز السكور بتاعي ليه انا مركز 3 ولا مركز 5 ولا مركز 6 في حين ان نفس الناس اللي معايا في الفنادق الثانيه طالع ما بصش للي نازل اللي نزل خلاص نزل عرفوصه برجلي كده ما بصلوش انا بص على اللي فوق وازاي اطلع له واعمل ايه عشان اطلع له وتعمل ايه عشان تطلع له سهله جدا مش بقول لك الف ولا جيب من دماغك اقرا المانوال بتاعه وشوف الجوب ديسكريبشن بتاعه لو قريت المانوال في الحته اللي تخص النيجاتيف كومنتس بتاعتك دي هتوصل لهنا في الاخضر وهتبقى من كبار البلد هتهمل في الكلام ده وما نبصش ده احنا ده المانوال الترجم بالعربي يعني احنا قلنا ان الناس ما بتقدرش تركز فيه او تعرف تقراه عشان هيقعد يترجم وجوجل بيجيب الدنيا غلط والدنيا مش مظبوط ترجمناه طب بعد ما ترجمنا ال ال ان دي بعتوه تاني لمدير الادارات عشان يبص عليه ويقراه ويشوف الحاجه اللي هي مش ابليكابل في الاوبريشن بتاعه هنشيلها عشان ما يبقاش مجرد كلام كتب احنا عايزين الكلام بتاع الاوبريشن
هو اللي مكتوب في الكتاب بتاعك. فانت النهارده السكور النيجاتيف اللي عندك ده كله، والسكور الاحمر اللي بايظ ده اللي عندك ده، والسكور اللي ضايع ده، عشان انت مش بتنفذ المانوال بتاع الشركه، عشان انت ما اديتش فرصه ان انت تقراه.